السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا وياكم بحلقة جديدة خاصة بالسوفت وير. تمام، عندنا جهاز جي 6 اللي هو جي 600. هذا الجهاز أيضا راح أصوره. تمام، مقفول بحساب أو مقفول نمط قفل شاشة. هذا الجهاز مثل ما واضح قدامي، هذا علي نمط قفل. تمام، راح نحاول ان شاء الله تعالى نتخطى قفل البيانات او قفل الشاشة اللي هو فقدان البيانات. اوكي، اخلي بالتصوير، اخلي بالتصوير صورة الريكفري وصورة الداونلود، لانه FRP off وقفل الشركة المصنعة الـ OEM أيضا OFF. قفل الشركة المصنعة OEM OFF والـ FRP أيضا OFF. تمام، يفضل أن تكون عندك فلاشة في حال هاي البيانات أو في حال تطابق البيانات اللي موجودة عندك. إذا كان الجهاز FRP OFF وقفل الشركة المصنعة OFF، يفضل أن تكون الفلاشة بالريكفري نفس الفلاشة اللي راح تشتغل عليها، نفس الفلاشة اللي تشتغل عليها. ليش؟ حتى نتفادى وقوع أخطاء. يعني أنا هاي الفلاشة نفس الفلاشة اللي بالريكفري حرف حرف J600F XXX U3AS A1. تمام، راح اطفي الجهاز وادخله داونلود. ثواني وادخله داونلود فقط حتى ادخله ريكفري حتى اطفيه. تمام، حاليا الجهاز اطفيناه، نكبس على الفوليوم داون والفوليوم اب سويه، نوصل الكيبل، دخلنا الجهاز داونلود، تعرف الجهاز بوضع الداونلود. اوكي، نفتح ال EFT ننقل. هي تجربة ممكن تنجح ممكن ما تنجح. نختار البايباس بروتكشنز هاي، مجموعة خيارات. احنا ذكرنا الـ FRB والـ OEM اثنينهن اوف، يعني هاي الثالثة، هاي الثالثة. شنو اللي راح نختار؟ نحتاج ملف IP فقط، من الفلاشة اللي حملناها نحتاج فقط الـ IP. هذا الـ IP، نكبس ستارت، التفليش يكتمل التفليش وارجع لكم. تمام، ومثل ما نشوف اكتمل التفليش بدون اي اخطاء، بدون اي اخطاء. حيطلع الجهاز، نطير ريبوت تو سيستم. ثواني، تمام، ضغطنا على ريبوت تو سيستم. تمام، اقلع الجهاز، اقلع الجهاز. الجهاز حاليا الواجهة، واجهة المستخدم السيستم يوزر انترفيس انحذفت، يعني لاكو علامة شبكة ولا اكو ايقونة البطارية
هذني كلهم ما موجودات، تمام؟ جهاز أشبه بالمعتم، يعني ما تعرف حتى من تخلي سيم كارت بي ماكو علامة الشبكة ولا علامة الواي فاي، تمام؟ بهاي الحالة أنت شو راح تسوي؟ راح تدخل للضبط، حتى لا يطول مقطع الفيديو أكملها بالكلام. تدخل للضبط، تضيف حساب سامسونج أكاونت، تمام؟ سامسونج أكاونت يعني تربط واي فاي أو تكنك واي فاي وتضيف حساب سامسونج أكاونت. بعد ما ضفت سامسونج أكاونت تدخل لهذا الموقع اللي هو findmymobile.samsung.com، هذا findmymobile.samsung.com. تسوي تسجيل دخول بحساب السامسونج اللي سويت بيه تسجيل دخول بالجهاز بالموبايل اللي فتحته، تمام؟ من اللي تسوي تسجيل دخول بالموبايل تشغل الموقع، اوكي؟ تدخل هنا، راح تسوي تسجيل دخول، تضيف حساب السامسونج اللي ضفته بالجهاز وتدخل هنا، تمام؟ راح شو تسوي؟ الغاء القفل، تدور على الغاء القفل، تبحث عن الغاء القفل، راح تحذف القفل. بعدها ايش ترجع تسوي؟ بعدها راح ترجع تفلش بوت، اس بوت وريكفري، بوت واس بوت وسيستم وريكفري، لانه الاربعه. خليني اتاكد، تمام؟ ذكرت بعد ما تكمل هاي الخطوات تفلش اس بوت او بوت اس بوت وسيستم وريكفري، ومبروك عليك، الجهاز يرجع اوفيشال، الفلاش اللي بي اوفيشال رسميه بدون فقدان البيانات. اتمنى ان شاء الله تعالى وفقت بطرح هذا الموضوع. تسمعوني بمقطع فيديو جديد اذا الله راد. مع السلامه.